يا اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل بعد ما عملنا الشاورما على الطريقه اليونانيه. شفنا في الشاورما دي ازاي كانت سهله جدا وبسيطه، بس كان لازم بعد ما عملنا الكلام ده كله كان لازم يكون النهارده معانا دكتور محمد تركي، مدرس بكليه الصيدله. نرحب بيك. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا وسهلا. ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. عايزين نداوي بقى جراحنا ونحل بالعكس. والله انا كنت جاي اقول لك يعني الاكل حلو ونستمر. طب الحمد لله. الشكل ده عادي جدا. احنا عايزين ناكل يعني. شوف بقى يعني مش محتاجين نحرم نفسنا بقى ولا نمنع نفسنا، هي دي اهم حاجه. انا جاي اقول لك احنا عايزين ناكل مش عايزين نوقف اكل. ليه؟ لا دي حاجه تيجي معانا كل مره. ما احنا بنحب الناس اللي تقول لنا احنا عايزين ناكل. بالظبط. انا مش عايز احرمك. دي اول حاجه كده يعني ناخدها قاعده عندنا، ان اغلبيه الانظمه واغلبيه الدكتورز واغلبيه الدايت ريجيم بيعتمد على الحرمان، بيعتمد على كل وما تاكلش. صح. بص، عايزين نقول شويه حاجات كده، ايه حقائق علميه عشان الناس برضو تبقى فاهمه هي بتتخن ازاي او بتزيد ازاي في الوزن وبتقل ازاي في الوزن. ماشي. في ناس كتير بتفتكر ان ممارسه الرياضه هتقللني في الوزن. ده مفهوم خاطئ. ده مفهوم سائد. مفهوم سائد هو خاطئ بس واضح انه سائد. اوكي. المشي يقول لك همشي كتير فهخس. طب انا اقول لك على معلومه يمكن اول مره تسمعها. انت لو مشيت كيلو كيلو مشي هتحرق كام سعر كالوري؟ كام سعر حراري؟ مش عارف. 100. يعني عشان تحرق 400 سعر حراري اللي هي موجوده يعني في الكحكه. كده فول كده يبقى كل ده. اللي هي موجوده في الكحكه مثلا او ده. ده 400 سعر حراري. عايز تمشي 4 كيلو، عايز تمشي عارف انت ايه 5 6 كيلو. كل دي مفاهيم خاطئه. طيب ايه اللي بيزودنا في الوزن يا جماعه؟ اللي بيزودنا في الوزن هو زياده الاكل او التحكم في ده البق. ده صعب قوي. هي دي هو صعب في العموم وفي رمضان اصعب. وفي رمضان اصعب. والله وهقول لك حاجه، في الكواليتي بتاعت اللايف بتاعتنا او في نمط الحياه بتاعنا بقى صعب ان احنا نختار اكل معين. الله عليك. نبطل اكل معين. يعني دكتور ساعات الواحد بيبقى محترم نفسه كده بس بيبقى في الشارع. انا مثلا عندي شغل دي مهمه جدا ومش هقف في حته اعرف ايه منها اكل حقيقي على طول على الجنك فود، فمضطر ان انا اكل بقى اي اكل سريع. فالاكل السريع هيبقى مضر. اغلبيته مش مضر بس اغلبيته فيه دهون وفيه زي ما نقول كده الزيوت بتاعتها مشبعه. صح. فبتعمل لي دهون وبتعمل لي زياده في الوزن. طيب يبقى عشان نلخص الموضوع، هاكل اكتر من اللي جسمي محتاجه هزيد في الوزن. هاكل اكتر من اللي جسمي محتاجه هزيد في الوزن. طب انا جسمي محتاج قد ايه؟ محتاج الراوند او يتراوح من 1500 ل 2000 كالوري على حسب سنك وكل حاجه. طيب 1500 ل 2000 كالوري في اليوم. لو زودت عن ال 1500 او ال 2000 دول كده انا بعمل سمنه، بعمل زياده في الوزن. أوه. طب لو قللت نحافه، انا كده بعمل نحافه. يبقى كده احنا ايه يعني مصطلح او تفسير مبسط. دكتور حضرتك اديتنا تفصيل حلو جدا وبسيط جدا سريع يعني هي كانها انبوبه كده يا دكتور، لو حضرتك حطيت فيها كتير هيطلع منها حتى تانيه هتطلع اقل. بالظبط كده. طيب طب هو اصلا ايه دكتور، ايه اصلا اضرار السمنه؟ طيب بص، اضرار السمنه دي انا دايما بقول ايه، السمنه ده يعني هو الناس ما بتعتبروش مرض للاسف. صح. احنا بنزيد 3 4 5 10 كيلو فيقول لك خلاص مش مشكله. طيب انا عايز اقول لك بقى معلومه، ان السمنه دي انا يعني بسميها كومبو امراض. يعني ايه كومبو امراض؟ عارف كده لما تجيب وجبه ويقول لك معاها بطاطس وحاجه ساقعه ومش عارف ايه؟ نفس الفكره، السمنه بتجيلك من ايه؟ من اكل خاطئ، من عادات خاطئه، من اكل كتير، كل الكلام اللي احنا قلنا عليه. وبتعمل لك ايه بقى معاها؟ بتفتح لك بوابه كده من الامراض بقى. زي ايه مثلا؟ امراض القلب، امراض الاوعيه، الضغط العالي، السكر. عايز اقول لك على حاجه مهمه، الخشونه بتاعت المفاصل اللي اغلبيه شعبنا بيعاني منها من بعد سن ال 50 والظهر والرقبه والظهر، الفقرات بتاعت الرقبه. صح. الحاجات دي كلها اول حاجه السمنه عامل رئيسي فيها. هو اول حاجه بتاثر يعني هتلاقي العامل المشترك ما بين الحاجات دي كلها هو لازم هتلاقيه. طب دكتور هو ازاي سوتي ممكن يساعدني؟ او احكي لنا هو ايه سوتي اصلا؟ طيب حلو قوي. اشرح لنا كده. جينا بقى في الايه؟ بس طبعا مش بشكل علمي، بشكل مبسط. لا بشكل مبسط احنا متفقين. اي حاجه علميه احنا بنحاول نبسطها. طيب ايه فكره سوتي؟ فكره سوتي هي الياف طبيعيه. طب ايه الالياف الطبيعيه؟ الالياف الطبيعيه دي يا جماعه حاجه موجوده في الفاكهه وفي الخضار، حاجه طبيعيه موجوده زي البروتينات مثلا، زي الكربوهيدرات، حاجات موجوده في مكونات الفاكهه. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل انها بتسد الشهيه، بتقلل لي جامد جدا من شهيتي للاكل. اوكي. طيب انا لما اسد الشهيه، انا دلوقتي معادله بسيطه، لما هسد شهيتي فهقلل الداخل. هقلل الايه؟ الداخل. طب هحرمك؟
لا ما انا هاكل، لا بس هتاكل الشاورما، هتاكل لو قدرت كل. برافو عليك، انت هتقدر تاكل، هتاكل مفيش مشكله، بس بدل ما كنت بتاكل الشوكولاتايه كامله هتاكل ايه؟ مكعب، حته مكعب منها. بدل ما كنت بتشرب حاجه ساقعه مثلا كوبايه او اتنين، هتاخد بق او بقين وخلاص، وانت مبسوط وبسطت وخدت يعني مزاجك من الحاجه اللي انت نفسك تاكلها، وفي نفس الوقت انت مش هتقدر تكتر عن كده. بالظبط. طب هل هي بقى طبيعيه يا دكتور؟ هي ما هو ده بقى، ما انا جاي لك في الكلام اهو. الالياف عامه، الالياف في منها نوعين، في الياف صناعيه او حاجات مش بتبقى يعني زي ما بنقول كده معموله صح، مخلقه كده وحاجات، يعني حاجات بتبقى معموله في المعامل زي ما بنقول، ماشي، وحاجات بتبقى مستخلصه فعلا من الفاكهه والخضار والكلام ده. أوكي. الياف صوتي طبيعيه 100%. طيب حاصله على ايه؟ حاصله على شهاده الايزو في التصنيع، في جوده التصنيع. انا عارف الشهاده دي حلوه، واهم من شهاده الايزو حاصله على تصريح وزاره الصحه. حلو جدا. ودي بقى مهمه جدا، هتاخدنا في حته تانية، وهي الحاجه المجهوله قدام الحاجه اللي زي ما بنقول كده ايه، المعلومه او الحاجه الموثوق فيها. الموثوق فيها يعني هو موجود، هي موجوده على الشاشه كمان قدامنا، دي شهاده الايزو، دي شهاده الايزو ده في تصنيع المنتج نفسه. حلو. تصنيع جدا. المنتج في استخلاصه من ان هو طبيعي 100%. عظيم. طيب مش بس كده، لا ده فيه انها مصرحه من وزاره الصحه، ودي بقى عامل الامان اللي بنتكلم عليه طبعا، ان انا ابقى باخد حاجه وانا مطمن. المواصفات القياسيه المصريه وزاره الصحه بتاعتنا تبقى قايله ان احنا ينفع نستخدم المنتج ده. طب هي كده معناها ان هي موجوده في الصيدليات؟ بص هي موجوده طبعا، بدات تبقى موجوده في الصيدليات وكده، ولكن التعامل الاساسي او اللي انا يعني بنتكلم عليه دايما هي صفحه اورجانيكا، وانا دايما بقول صفحه اورجانيكا يا جماعه، الاسم اورجانيكا جايه من الطبيعه، اورجانيك. صح. اورجانيك يعني ايه؟ يعني اي حاجه من الطبيعه. صحيح. اي حاجه من الطبيعه. يمكن معانا الصفحه عشان عشان نبقى عارفين برضو الاسم، هي اورجانيكا اي حاجه من الطبيعه، لانها مستخلصه 100% من الخضار والفاكهه. بص هو في سؤال مهم انا حابب اساله انا واجاوب عليه. لا اساله وجاوب عليه. ناس كتير هتقول لي طب ما ناكل الخضار والفاكهه. صح ولا لا؟ ايوه، خضار وفاكهه تاخد معاهم. اقول انا بقى، لا عندي فكره حلوه، انا هرد وانت صلحني. ماشي. لو كان خضار وفاكهه هناخد كميه من السكر وكميه من النشويات، وفي نفس الوقت عشان اخد كميه كبيره من الالياف انا محتاج اخد كميه كبيره قوي من الخضار وكميه كبيره من الفاكهه. انا كنت شاطر في العلوم والله. رائع رائع رائع. كده انت جبت الحل، يعني الاجابه النموذجيه 100%. انت فعلا هتاخد كميه من الاملاح وكميه من السكريات وكميه من الحاجات ديت، بلس ان انا عشان اوصل لكميه الالياف دي فعلا انا هبقى محتاج ايه؟ كتير مثلا قفص برتقان. صح. عشان اقدر اخد باكت واحد. ولما تاخد قفص برتقان اخدت قد ايه؟ اخدت شوف بقى اخدت قد ايه سكر معاه، سكر فركتوز او سكر حاجه. صحيح. في ناس كتير عندها اعتقاد ان سكر الفاكهه مش مضر. لا لا يا جماعه، سكر الفاكهه برضو سكر عادي، وبيجيب يعني المانجا دي، المانجا فيها قنبله املاح زي ما بيقول. كلها املاح ملح وسكر كمان. فبتحجز الميه فبتسويت لك وزنك انت يعني. بس الناس تبقى ما تفكرش ان الزياده بتبقى كلها من الحاجات الشوكليت والحاجات دي. بس يا دكتور، دكتور محمد، يعني عادي ان احنا ناخد حته مانجا صغيره؟ لا بس ما نكترش. ده انا بقى هقول لك اهو. انت بقى انا هسيبك تاكل، هو ده بقى الفكره. انت عايز تاكل المانجا بدل ما كنت بتاكل اثنين وثلاثه، المهمه دي، بدل ما كنت بتاكل ثلاث واربع مانجات على الغداء، انت بتاكل مانجايه واحده وخلاص. ليه هتاكل مانجايه واحده وخلاص زي ما بنقول؟ عشان هيحصل سد. معنى السؤال دي حضرتك عايز تعلق عليها. الزيرو كالوري، ودي حاجه مهمه جدا. شايفين الحاجات التفاح، الخرشوف، التوست اللي على الشمال ده؟ الحاجات اللي على الشمال. انا كاتب لك تحتها كل واحده قد ايه كالوريز. تمام. يعني مثلا اللي فيها 50 كالوري، اللي فيها 70 كالوري، اللي فيها 100 كالوري. انا عايز اقول لك لو اكلت تفاحيه او تفاحتين او ثلاثه هتلاقي نفسك وصلت ل 200 300 كالوري. اصلا بقى. طب ما انت هتزيد في الوزن. بالظبط بالظبط. مع انك بتاكل تفاح. مع انك اسمك بتاكل تفاح اخضر. برافو عليك، انت اسمك بتاكل فعلا حاجه صحيه. صح. ولكن برضو فيها كالوريز. فانا دايما مع مبادره الزيرو كالوري. طب ايه الزيرو كالوري؟ الزيرو كالوري ان انا بحاول اديك الياف صوتي اللي هي منخفضه الكالوريز جدا، فمش هتدخل لك كالوريات جوه جسمك. بس هتشبعك. وانت هتشبع. فمش يعني قصدك انه لو انت عايز تشبع هتاخد حاجه لو كالوري او السعرات الحراريه فيها قليله، بس تاخد منها كتير، فهتبقى خدت سعرات حراريه كبيره. بالظبط كده. طب احنا كده ما بنحلش. صوتي هيملى معدتك، هيديك بألياف طبيعيه، امتلاء المعده بألياف طبيعيه بكالوريز منخفضه توصل للزيرو كالوري. وهو ده اللي انا دايما بتكلم فيه، ان انا احس بالشبع بكالوريز قليله. طبعا عندي سؤال بقى، انا اولا عايز اعرف ايه المختلف ما بين سوتي وما بين المنتجات الاخرى اللي شبهه. طبعا. وبعدين عايز اعرف التجربه اللي حضرتك بتعملها مع حضرتك مدرس بكليه الصيدله. انا متحمس اتفرج على التجربه. لازم نعمل تجربه. في حاجه هتفرقع او هتولع او حاجه؟ النهارده لا. النهارده لا. كويس. حاجه بريسايز جدا. لا هو الياف سوتي عامه مختلفه عن باقي الالياف، او باقي مش هقول بقى الالياف، هقول المنتجات اللي موجوده. ليه؟ لأكتر من حاجة. أول حاجة باكت ألياف صوتي، عشان في ناس كتير بتعتمد إنها تحط كميات قليلة قوي من الألياف في الباكت، يعني 5 جرام 6 جرام 7 جرام. بالظبط. باكت ألياف صوتي بيوصل ل 17 العلبة حتى نفسها شكلها كبير.
حجمه 17 جرام؟ الباكت الواحد فيه 17 جرام الياف. طيب انت النسبه بتاعت جسمك اصلا الـ FDA او منظمه الغذاء والدواء مصرحه لك قد ايه تاخد الياف في اليوم؟ قد ايه؟ قال لك من 17 ل 30 ايه؟ حضرتك واخد المينيمم عشان ده في الباكت الواحد. انا عايز اقول لك ان انت بتاخد ممكن تاخد 2 باكت في اليوم صح، لان انت توصل لل 30 اللي هي النسبه اللي هي العالميه اللي الناس كلها متفقه عليها. طب دي حاجه، تاني حاجه انها الياف طبيعيه زي ما بنقول 100%، ونحط تحت دي بقى ايه مليون خط انها طبيعيه. ليه؟ بعد كده هبقى اجيب لك واوريك ان في الياف صناعيه والفروقات ما بينهم، والفروقات بالتجارب ما بينهم، فروقات بقى في الصحه وفروقات في النتيجه وازاي تعرف وازاي تقدر تتعرف عليه بعد كده. هوريها لك، انا متحمس اعرف ده المره الجايه، تجربه بين الاثنين. جميل قوي. طيب في حاجه كمان مهمه جدا، انها بتنزل لك الوزن بدون اي اعراض جانبيه، ودي بقى بص انا كصيدلي تهمني جدا. ليه؟ لان اغلبيه الادويه بتنزل الوزن، بتنزل الوزن، ولكن بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك ارق، بتعمل لك ضربات قلب سريعه، بتعمل لك عصبيه، بتعمل لك اكتئاب. كلنا اي حد مود سيء جدا، مود سيء طبعا، واضطراب في النوم، وتحس ان قلبك هيطلع من صدرك عشان كافيين زياده صح، يخلي قلبك يدق جامد جدا، جامد جدا، وتعرق جامد جدا. العميل او المريض زي ما بنقول بيبقى متضايق، بيبقى متضايق، بيقول لك مش عايز اخس. شوف بقى بتوصل معاه لايه، انا مش عايز اخس من الاعراض الجانبيه اللي شفتها. ومن اسوء الحاجات من وجهه نظري موضوع المود السيء ده، يخليك عصبي ومتضايق جدا بشكل ابهات بيضربوا اولادهم والله. صح صح. دي حصلت قدامي، يقول لي اصل انا معلش باخد الدواء الفلاني. قلت له بس انا عارف وعذرك. ليه؟ عشان الادويه دي بتخلي حاله الهياج والاكتئاب عاليه جدا جدا. طيب في مشكله كمان، ان كتير من المنتجات او كتير من الادويه اللي بتخسس، وانس انك وقفتها يحصل ايه؟ هترجع تاني، ترجع تاني تدخل. ما هي دي مشكله، واحنا مش هنرجع تاني. هنا مش هنرجع تاني. ليه مش هنرجع تاني؟ ما هو احنا عارفين برضو نبقى فاهمين. ايوه صح. انا يهمني نبقى فاهمين ايه السبب، ان خلاص معدتك بتكون اخذت على الاكل القليل. ما انت بقالك شهر او شهرين بدل ما كنت بتاكل طبق رز بقيت بتاكل معلقتين رز، بدل ما كنت بتاكل طبق مكرونه بقيت بتاكل معلقتين مكرونه. بعد الشهرين لو وقفنا الياف صوتي خلاص المعده زي ما بنقول ايه كشت خلاص صح، او المعده صغرت حجمها شويه، فبتبدا انت برضو تاكل معلقتين او ثلاثه في الايه في الغداء وفي العشاء، فعمرك ما هترجع للوزن تاني. ودي من الحاجات المهمه جدا اللي بتفرق لي الياف صوتي عن اغلبيه او كل الحاجات اللي موجوده زي ما بنقول كده للتخسيس يعني. حلو حلو جدا. طب هتوريني ايه يا دكتور بقى؟ بص انا متحمس. اول حاجه واهم حاجه زي ما بنقول كده، في ناس كتير بتسالني على طريقه تحضيرها. لان ازاي احضر صوتي او اعمل ايه؟ هو بيبقى باكت، بيبقى جاي لي في باكت عادي خالص. أيوة. ازاي احضره؟ طيب ببساطه جدا، انا دلوقتي في جامعه، في شغل، في اي مكان، بفرغ محتويات الباكت ده. ممكن نفتحه بايدينا كده بس حضرتك بتفهم مؤسس حاجه زي ده يعني حركه. انما انا اقدر افتحه عادي بايديا مفيش اي مشكله. وايه؟ وبفرغ محتوياته عادي جدا في نص كوبايه ميه. في نص كوبايه ميه؟ زي الكميه اللي انا شايفها كده. ماشي. هقول لك ليه برضو فكره نص كوبايه الميه دي، وايه الميه ايه فايدتها؟ عشان اعرف اقلب. اولا عشان اعرف اقلب، ثانيا عشان هتشوف بقى التجربه هتبين لك ايه دلوقتي. هو ده عمل بص اللي هيحصل، احنا كنا يعني صابينه باودر صح؟ بودره. بدا يبقى وكان في ميه. صح. ايه اللي حصل في الميه؟ هو شرب الميه. برافو عليك. ونفس. بص ده انا هوريك كمان، هو انا كل ما هقلبه هيعمل ايه؟ هيشرب في الميه يعني وكل ما دي تتحرك. ولا ومهم قوي بقى ايه؟ ان انا اشرب 3 أو 4 كوبايات ميه بعديه. طبعا. ليه بقى؟ عشان يكبر في حجمه، يكبر في حجمه، يكبر في حجمه، فيسد لي بطني يسد لي المعده تماما. بص بقى انا بقى عامل ازاي الالياف مسكت الميه كلها. الموضوع لو يعني الموضوع عايز اوريك لو هيبان كده، هيبان كده ممكن تقول بقى. عادي صح؟ صح. طب كده لو عملته كده برضو عادي. ايوه صح صح. انما لو عملت لا يا دكتور بقى لا هي دي بقى الفكره، كان في ميه صح، كان في نص. ايوه ما بقاش في ميه. ده سحر بقى، احنا كده ايه تخلصنا من الميه دي. شايفين شايف الفكره؟ هي الفكره كلها انه بيمتص الميه اللي موجوده. حلو جدا. طيب انا عدد نص كوبايه ميه صح، ليه؟ عشان بس ابين عشان نتعلم. لو زودت الميه ايه اللي هيحصل؟ هيمتص الميه برضه، هيفضل يمتص الميه اللي محطوطه له كلها. طب هو كده يا دكتور بقى ما يقفلش بطني ويسدها؟ ما هو ده المطلوب على فكره. يعني ده قصدي ما يعملش مشكله انسداد في الامعاء والحاجات دي. لا 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 انسداد في الامعاء لا، انا بس بقول عشان الامعاء مالهاش علاقه عامه، هي الاستومك المعده. وبعد كده الامعاء اللي هي اللارج انتستينال. ما كنتش قاعد في الحصه دي في العلوم. انما هي هو بيشتغل مينلي على البطن، على مع المعده نفسها، انه بيسد لي 50 او 60 وتوصل ل 80% من المعده نفسها. فانا ما عنديش مشكله في يعني مش هحس بقى مغص ولا ولا اي حاجه. انت شبعان، انت اكلت اكله، كل الموضوع انت شبعان، وبعد ما تبقى شبعان كل زي ما انت عايز بقى اللي نفسك فيه زي ما بنقول كده، من غير زي ما بنقول ايه، من غير حرمان. يعني مش هحرمك
من الحاجه اللي انت هتاكلها. ولو بلاش بقى حلويات ولا بلاش مش عارف ايه ولا بلاش حاجات حلو. غازيه لا لو عادي بقى لو الراجل كل بالظبط كده كل لا كل زي ما انت عايز ولكن انت هتلاقي نفسك بتاكل بكميات قليله جدا صح فده هيخليك تخس مش هيخليك تخس طبعا لان الجسم صحيح. محتاج ال1000 ونص او ال2000 كالوري اللي اتكلمنا عليهم طب عشان لو حد متلخبط بقى يا دكتور زي كده متلخبط سنه صغيره احنا دلوقتي فضينا الكيس على نص كوبايه ميه عشان نتعلم بالظبط عشان نشوف ده بيتعمل ازاي ما هو كده طب في البيت بقى هعمل ما هو في البيت كده برضه في البيت هعمل كده يعني هعمل كده وهاكله انا بقول لك ليه كده انا بقول لك لو زودت ميه تمام لو زودت ميه هيمتصها برضه يعني انا ليه حطيت نص كوبايه ميه عشان لو زودت ميه هيمتصها على نص على ثلاث ارباع كوبايه ميه مش هتفرق يعني الميه وبعدين هاكله بقى كده على طول واكله عادي خالص طب عندي سؤال في نظام رمضان في رمضان احنا الفطار الساعه 6 ونص مثلا والسحور الساعه 4 وربع ولا حاجه تمام نعمل ايه ناخد طيب امتى ايه هو الجرعه الاول بس عشان الناس تبقى عارفه هي مفروض في العادي في غير رمضان يعني باكت قبل الغداء بتلت ساعه واشرب 3 او 4 كوبايات ميه وباكت قبل العشاء بتلت ساعه واشرب برده 3 او 4 كوبايات ميه دي الجرعه عامه منطقي عشان الناس تبقى عارفه قبل الغداء بتلت ساعه بس اشرب 3 كوبايات ميه وقبل العشاء بتلت ساعه طب في رمضان هنعمل ايه في رمضان هنكسر صيامنا هنفطر اي حاجه هنكسر صيامنا مثلا بتمر بحليب او باي حاجه ماشي استخدم الالياف يعني افرغها واقلبها واكلها واقوم اشرب كوبايتين ثلاثه ميه خلاص واصلي واصلي او اقعد خمس دقائق وابدا والله يعني مسافه ما اروح اصلي كده ولا اقعد خمس دقائق ولا اعمل حاجه بس خلاص يعني مش هتيجي وقت كبير بس اهم حاجه زي ما بنقول كده يا جماعه شرب الميه احنا عايزين نبقى نعمل حلقه كامله عن الميه الميه دي يا جماعه يعني منجم فوائد زي ما بنقول الميه دي فعلا 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 مهمه جدا 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 في اي نظام صح ومهمه جدا لجسم الانسان ناس كتير بتغفل عن الميه للبشره وللمعده وللهضم وللشعر والكليه والقلب والدم صحيح. والاورده والامعاء وكل حاجه اساسها الميه طب انا عايز اقول لك على حاجه انت عارف انك لو ما شربتش ميه تزيد في الوزن شوف بقى دي معلومه برضو جديده ناس كتير مش عارفاها ايوه يا دكتور صح ايه اللي بيحصل انت لو قللت الميه في جسمك الجسم بيعمل بيخزن ايه بيخزن بقى برافو عليك بيخزن الميه مش عارف هيجي له ميه تاني مش عارف هيجي له تاني ميه ولا لا خلاص انا اي ميه هتجي لي هحبسها في الجسم بيدخل في حاجه بنسميها في العلم في حاجه اسمها ستارفيشن او مجاعه هو مش فاهم هو فاكر ان هو في حته ما فيهاش ميه صح الجسم مش عارف فبيحافظ على حياتك بان هو بيفضل محافظ على الميه اللي جوه جسمه فيحجز الميه جوه تزيد. الخلايا فدي ميه بتبقى عنيده تعمل لك البطن بقى وتعمل لك الجناب مع الدهون اللي انا جايب لها كوبايه مخصوص عشان نشوف الدهون دي في التجربه الله التانيه الله التجربه التانيه بقى عباره عن ايه؟ عن ايه دكتور حكايه؟ عباره عن الزيت طيب الزيوت ديت الزيوت اللي هي بتبقى موجوده فين؟ اللي بنطبخ بيها صح بنطبخ بيها وبتبقى موجوده في السمن والسمنه والحاجات اللي بنستخدمها في الاكل الزبده وال اي حاجه بنستخدمها في الاكل والدهون اللي في اللحمه والدهون اللي في الفراخ كل ده طيب انا هحطها على الميه مش هيختلطوا طبعا مش هيختلطوا هيعمل لي طبقه من طبعًا. الدهون انا عايز اقول لك ان الطبقه دي هي اللي بتحصل جوه جسمنا شايف الطبقه يعني دي يعني انا معدتي كده يا دكتور هي دي الدهون بيبقى فيها سوائل او ايا كان وفيها فوق شويه زيت كده الزيت دوت بيعمل لي الطبقه الايه البطن العنيده اللي بتضايقنا دي صحيح. ناس كتير معتقده اني لو لعبت ابس زي ما بنقول او تمارين على البطن تلعب بطن هتخلص من دي ده غلط تماما ده غلط تماما انت كده بتزودها مش بتقللها ليه حجم كبر حجم العضله برافو عليك رائع انت كده بتكبر العضلات بتاعتك صح ماشي ولكن الدهون زي ما هي الدهون زي ما هي ما راحتش فبتطلع لبره اكتر فبتعمل لك شكل اوحش صح. فده غلط لازم نحرق الدهون دي لازم نتخلص من الدهون دي حرق الدهون يا جماعه نظام غذائي يعني نظام غذائي يعني اقلل في السكريات واقلل في الدهون ده كلام حضرتك جدا ده هي ده حرق الدهون نظام غذائي طبعا ما حدش يضحك علينا بقى ويقول لك هنلعب وهنجري وهنعمل على فكره مفيده الرياضه مفيده كده كده اصلا وعايزين نعملها كده كده النوم مفيد زي ما بيقول لك الميه مفيده ولكن النظام الغذائي او طريقه اكل هي اهم حاجه طيب انا عندي دهون هنا عايز اتخلص منها انا قلت الوجبه الـ او الاوبتيمم زي ما بنقول كده ايه ده حضرتك هتحط سوتي على هنحط سوتي بقى على الدهون احنا بناخده مره قبل الغداء ومره صح. قبل العشاء او مره عند الفطار قبل الفطار ومره قبل السحور صح خلاص انا هفرغ محتويات باكيت سوتي كده هياخدهم ويروح فين ما انا عايز اشوف بقى انا مش هتدخل معاه احنا ادي ده كده ده الغداء ده الغداء ده الغداء ماشي وهكمل يومي عادي جدا هكمل يومي عادي جدا واعمل ايه بستخدمه في العشاء ماشي خلاص يبقى هفرغ محتويات الباكيت التاني حلو جدا خلاص ايه ده انا متحمس اعرف ايه اللي هيحصل كده انا ايه فرغت محتويات الكيسين انا هسيبه ايه اللي بيحصل بقى ايه اللي هياخدها وينزل بيبدا يخترق في جدار الدهون ده طب ده معناه ايه انه يخترق في جدار الدهون ده معناه يعني هو يا دكتور هو بيختلط بالزيت وبيختلط بالميه بيفك ال... يعني زي ما بيقولوا كده ايه ال... الروابط الروابط اللي موجوده في الدهون
اي نعم هو مش هيضيع لك الدهون اللي في الجسم، مش سحر، هو مش هيضيع الدهون، ولكن انا عايز اديك مثال يقربه للمشاهدين. انا لو عندي حيطه وعايز اهدها، عندي حيطه وعايز اهدها، حلو، الحيطه دي مبنيه كامله، هبنيها طوبه طوبه بقى، هحدها طوبه طوبه، هحدها طوبه طوبه. طب لو عندي الحيطه ديت مهدود ثلاث ارباعها، هتبقى انهي اسهل في الهد، اللي مبنيه كلها ولا اللي ثلاث ارباعها واقع؟ اللي ثلاث ارباعها واقع طبعا، اللي ثلاث ارباعها واقع هتسهل عليا جدا ان انا اتخلص منها. صح، صح ولا لا؟ هو ده اللي بيحصل او اللي هيحصل دلوقتي. احنا شايفينه هو بيحصل اصلا، الحاجات عماله تنزل تحت تنزل ده تحت، بيضعف الروابط بتاعت الدهون. فايه اللي يحصل بقى؟ الجسم نفسه يبدا يحرق الدهون دي اوتوماتيك. طب سؤال بقى مهم جدا، مش في السكريبت حتى، تمام، هو ده ما يأذيش معدتي لو انا معدتي حساسه او عندي مشاكل؟ عادي جدا، صح. الالياف الطبيعيه دي، الالياف الطبيعيه بقى ليه كفوائد؟ بتساعد على هضمه وبتساعد على دخول الحمام وحركه الامعاء، وحركه الامعاء، برافو عليك، والامساك والاسهال، بتظبط الدنيا. فانا ده ما يضرنيش ابدا، ده هو بيضرك ايه؟ ده هو لازم عليك تاخد الياف. انا عايز اقول لك انت لازم تاخد في وجباتك دايما دايما اكبر دليل بننصح وبنتنصح دايما ان احنا نزود الاكل اللي فيه الياف في نظامنا الغذائي. انا عايز اقول لك ان انظمه الغذاء اللي الدكاتره بتعملها بيقول لك تحط فيها ايه دايما؟ السلطه، الخضار، الخس، الجنبير، الحاجات دي. ليه؟ عشان احتوائها على الالياف. ليه الالياف زي ما بنقول؟ عشان هي مش بس بتشبعني، لا، هي كمان قيمتها الغذائيه وتساعدني حركه المعده والامعاء، واهم من كل ده كمان فيها كميه من الفيتامينز والمينرالز عاليه جدا، الفيتامينات والمعادن كميه عاليه جدا، اللي بتساعدني على ايه؟ ان انا اخس من غير ما احس باي اعراض جانبيه في البشره، في الوش، عظيم، في الشعر، في الحاجات دي، ودي حاجات مهمه. عندي سؤال مهم جدا يا دكتور، الطريقه الطبيعيه دي من التخسيس دي بتجيب نتيجه ولا لازم كيماويات بقى عشان تخس جامد؟ بص خلينا نكون متفقين على حاجه، عندي مدرستين او ثلاث مدارس من التخسيس. حلو. مدارس الادويه الكيميائيه والحاجات دي، آه، مدارس الحاجات الطبيعيه، ومدارس ما بتخسسش اصلا، يعني ضحك على الناس، يعني يقول لك دي هتاخدها هتخس وكده وما بتخسسش. ماشي. طيب. نستبعد طبعا، يبقى احنا كده عندنا الطبيعيه والكيميائيه. فخلينا في الطبيعيه والكيميائيه. ماشي. ايه الفرق ما بينهم؟ الكيميائيه هتخس؟ هتخس. ولكن هيصاحبك حاجتين، سايد افكت، ولو وقفت الدواء هيرجع لك تاني. عشان نبقى اعلم، سايد افكت صعبه جدا او اعراض جانبيه غير مقبوله بالمره، وتاني حاجه وانس او اول ما هتوقف الدواء ده هيرجع تاني وزنك يزيد، يزيد الوزن. طب الطبيعيه بقى ليه؟ ما هو برضه الناس بتفهم قول لنا ليه صحته. عشان الجسم مش هو اللي بيحرق، مين اللي بيحرق؟ الدواء اللي انت بتاخده، الحاجه اللي انا واخدها هي اللي بتحرق. صح، زي كده يعني عياذا بالله كده يقول لك المدمن او كده، بيقول لك بياخد المورفين او الدواء اللي هو المخدر من بره، فجسمه ما بينتجش، بيبطل ينتج بقى الحاجات الطبيعيه. ده اللي بيحصل بالظبط في الجسم، انت بتاخد له حاجه تحرق له، الجسم هيحرق ليه؟ خلاص هيتعود ان هو ما خلاص ما هو في حاجه جايه له بتحرق له. صح، فده دي مدرسه الايه؟ الكيماويات. فانا دي طبعا ايه؟ ما حدش بينصح فيها. المدرسه الطبيعيه بقى هنا مع الياف سوتي اهو، زي ما احنا شايفين كده، بص اخذت ال ال خدت الدهون ونزلت، اخذت الدهون زي ما بنقول كده، خطير ده، ونزلت اللي هي بتكسر في الجدار بتاع الدهون زي ما بنقول. طيب، عظيم جدا. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه في مدرسه الحاجات الطبيعيه او الالياف الطبيعيه. انت بتخس، انا عايز اقول لك بقى الرقم عشان تتصدم، ده اللي كنت عايز اسالك عليه، من 4 ل 10 كيلو في الشهر. ايه رايك بقى؟ انا لو هخس 4 5 6 10 كيلو في الشهر وحش؟ حلو جدا، حلو جدا، ولما بخس بشكل كده من غير اي مشكله، بشكل معقول كده، هو مش معقول، ده شكل حلو جدا، من 4 ل 10 ده كويس جدا، ده حاجه كويسه جدا، وفي نفس الوقت من غير ما اخد حاجات كيميائيه، من غير ما بطل يرجع لي، من غير اي اعراض جانبيه، من غير اي حاجه، ومن غير بقى ما شعري يقع او بشرتي تبقى تتغير، خلاص ما فيش، او وشي يبقى شكله ساحب، ما فيش اعراض جانبيه بالمره في اي حاجه. ليه؟ ليه؟ لانه زي ما بنقول انه من الطبيعه، من الخضار، من الفاكهه، كانك اكلت فاكهه وخضار. طب احنا عندنا يا دكتور فيديو، الاشرف لسه بيقول لي الفيديو بيورينا خط سير سوتي بيشتغل ازاي، ممكن نتفرج، ممكن حاجه تشرح لنا برضو يا دكتور كده، اكيد احنا هنا اهو، احنا اكلنا الالياف، يعني باينه من البق اهو ان احنا استخدمنا الالياف اللي هو قبل الغداء. حلو. طيب، وبعدين نزلت الالياف دي فين اهو؟ زي ما احنا شايفين في المعده. صح. هتعمل ايه في المعده بقى؟ هتنفش. ليه هتنفش؟ لان انا هديها 3 او 4 كوبايات ميه زي ما عملنا. ماشي. وانس انها نفشت او زاد حجمها، اول ما بيزيد حجمها في المعده بتدي اشاره ان انا خلاص شبعت. الله. طيب انا شبعت، هقدر اكل؟ لا. هقدر اكل ايه؟ اكل اللي نفسي فيه ولكن بكميات قليله جدا. طب الصوره ديت كاتب لك بوست الميتابوليزم. صح. الميتابوليزم ده اللي هو ايه؟ اللي هو بالظبط عمليه الايض، البناء والهدم، والبناء والهدم. صحيح. كله، فهي بتسرع لك ده، فلما بتسرع لك ده ايه اللي بيحصل؟ جسمك بيدخل في الاستيت بتاع الحرق، بيدخل فيه يعني خلاص بقى الترس بيبدا يشتغل، يبقى مود ان هو بيحرق دلوقتي. خلاص هو شايف في اكل، هو مخدوع، هو شايف ان في اكل وهو مش اكل، فبيبدا يحرق يحرق يحرق، اتاريه هو بيحرق من القديم،
وبيخسسني. ومن الحاجات المهمه جدا ان هو بيخسسني دهون، لان انا زي ما احنا شايفين كده التدريب دي مهمه جدا 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 يعني جداً. لو طلعتها انا عايز اوريك، بص هتبقى مشبعه بالدهون ازاي. انا ده بقى بينزل خلاص كده بقى مع بينزل بقى مع الاسطول مع مع خلاص بقى انت وانس ان انت امتص الدهون، هو خد الدهون ونزلها بره جسمي، يخرجها بقى بره جسمي. عظيم جدا. وكده انا بقى بخس دهون وفي نفس الوقت ما بيحصليش اي اعراض. عندي سؤال مهم قوي بقى يا دكتور. سؤالين في سؤال واحد. اولا، هل كل الناس ممكن تاخده ولا في ريستريكشن على السن والعمر والحاله الصحيه؟ وهل في امراض من الامراض المزمنه ما بننصحهم ان هم ما ياخدوهاش ولا عادي ممكن اي حد ياخده؟ بس حضرتك اشرح لي. اي حد يقدر ياخده، اي حد يقدر ياخده من اول 7 سنين، لان قبل ال7 سنين احنا مش بنبقى عارفين ده سمنه ولا لا، عشان بس الناس تبقى فاهمه. قبل 7 سنين ده عادي انه يبقى مليان او كده. من بعد 7 سنين او 8 سنين ببدا اشوف. اي حد بقى من سن ال7 لغايه 80 90 يقدر ياخده. طيب بالنسبه للامراض، هو ملوش علاقه باي حاجه من اللي موجوده في الجسم. يعني ايه؟ يعني امن على اي مرض انت عنده. الياف طبيعيه خلاص، الياف طبيعيه انت بتاخدها بتسد لك الشهيه، ما بتاكلش، بتاكل اقل وخلاص، بس مش محتاج تعمل اي حاجه تانية. يعني كاني باكلك اكل طبيعي عادي جدا. صحيح. ولكن منخفض السعرات الحراريه. ده عظيم الكلام يا دكتور. طب ايه بقى العرض اللي انت هتعمله لنا النهارده يا دكتور، بما انه انت اول مره تشرفنا في المطبخ؟ احنا كده كده بنقول عشان مبادره الزيرو كالوري زي ما بنقول، او عشان الناس تبدا بقى ايه يعني تستغل كمان وجودنا في رمضان. احنا بنقلل كده كده الاكل. صح. فنبدا نستغل دوت. احنا عندنا الشهر، عليه نص شهر هديه، والشهرين عليهم شهر هديه. بمعنى الشهر الشهر هو 4 عبوات، 4 عبوات من سوتي عليهم عبوتين هديه، والاربع عبوات يكفوني شهر. كده بقى هاخد عليهم نص شهر هديه. يعني بمعنى ان انا هاخد يكفيني شهر ونص. دكتور، هو في واحده صفرة واحده بيضاء ولا هم واحد؟ بالظبط، في واحده غامقه وواحده فاتحه. ايه الفرق بقى؟ الفاتحه دي بطعم الفواكه. طب ما هو مهم قوي يا دكتور، دي حاجه مهمه جدا. الاطعمه الاولانيه بتعمل فواكه، طب والثانيه؟ والثانيه بتعمل فانيلا. ليه؟ خلينا في الفواكه عشان وفي ناس لا، على فكره والله في ناس بتحب جدا الفانيليا. يعني هي اذواق، وعشان ترضي اغلبيه الاذواق لازم يبقى في عندك اكتر من ايه، زي ما نقول اكتر من طعم. طيب زي ما قلنا طعم طبيعي، طبعا مفيش الوان ولا طبعا لا 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 مفيش اي الوان. زي ما انت شفت كده البودر نفسه عامل ازاي. صح. عايز اقول لك ان الشهر عليه زي ما بنقول نص شهر هديه، والشهرين عليهم شهر كامل هديه. يعني هتطلب شهرين هيجي لك يكفيك 3 شهور. عظيم جدا ده. يعني هتشتري كميه هتاخد نصها هديه. لو خدت لو جبت شهر هتاخد نص شهر. نص شهر. لو جبت شهر هتاخد، لو جبت شهرين هتاخد شهرين، هتاخد شهر، كمان. يعني هتاخد نص اللي انت اشتريته. بالظبط. هديه. بالظبط. عظيم ده دكتور جدا. طيب لو انا بعد رمضان، انا عارف ان مش وقت السؤال ده بس انا عايز افهم، لو انا بعد رمضان هبقى باخده ازاي؟ نفس اللي زي ما قلنا، القاعده الاساسيه بعد الفطار وبعد العشاء. لا لا، القاعده الاساسيه بتاعتي قصدي قبل الغداء. قبل الغداء، بتلت ساعه، وقبل العشاء بتلت ساعه. قبل الغداء باخده وبشرب بعديه كوبايتين ميه وابدا اتغدى، وقبل العشاء برضه باخد الباكت الثاني واشرب كوبايتين 3 ميه وابدا اتعشى. عادي جدا. ده في الطبيعي. في رمضان هنعمل ايه؟ قبل الفطار، قبل ما نفطر هكسر صيامي واخده وافطر، وقبل السحور عادي خالص. طب هسال سؤال، انا خلاص دلوقتي عايز اخد سوتي وعجباني الفكره، اللي انا هعمله ان انا هتصل بالارقام الهاتفيه اورجانيكا جروب اللي موجود على الشاشه، ممكن احطها على الشاشه، هم هيتكفلوا بكل حاجه. وفي كمان زي ما بنقول كده فريق متابعه. مش بس كده يا جماعه، في فريق متابعه. يعني ايه؟ يعني في حد بيتابع معاك انت خسيت قد ايه، بيطلب منك لو في تحليلات عايزها، ده كان بيطلب منك التاني. ان بادي ولا لا، تحليل كتله جسم، كل الحاجات دي. في حد بيبقى مختص معاك بيتابع معاك حالتك عشان يقدر يوصل معاك، لان احنا زي ما احنا عارفين كل جسم مختلف عن التاني. ده اللي كنت عايز احكي عليه، كل واحد مختلف. صح. كل واحد مختلف طبعا، وهياكل بشكل مختلف، وهيبقى الدنيا عنده عامله ازاي، وهيخس بشكل مختلف. ومش بس كده، ده هو بيتابع معاه لدرجه انه لو عايز يوصف له على طرق معينه من الاكل بيقول له برضه تاكل ايه وتعمل ايه. يعني انا قصدي بتبقى حاجه ايه مكتمله زي ما بنقول، من اول ما تاخد الالياف لغايه لما تخس. ودي سيركل كده كامله، دي مهمه، والمتابعه دي مهمه جدا برضو عشان نقدر نشوف ايه اللي بيحصل. اهم الحاجات. طب ايه دكتور الصوره اللي احنا شايفينها؟ الصوره اللي انت شايفها هي الدهون والعضل. انا لو هخس، انا دايما بسال السؤال ده ويمكن بقى ناس كتير بتغلط فيه، انهي اكبر؟ انهي اكبر؟ كيلو الحديد ولا كيلو القطن؟ انا عارف الاجابه بس مش هقول. لا لحظه لحظه، انت هتقول الاثنين قد بعض. ايوه، الناس كلها هتقول الاثنين قد بعض. غلط. ايه ده، انا طلعت غلط؟ غلط. لو قلت انهي اتقل، بص لو قلت انهي اتقل يبقى الاثنين قد بعض، لان ده كيلو وده كيلو. صح؟ انا بقول انهي اكبر حجما، كثافه حجما. لا، أيوة. كيلو القطن
يملى لك الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي. اما كيلو الحديد قد كده في الحجم في الفوليوم. صح صح صح. خلاص هو ده اللي بيحصل في الصوره دي. خدعتني يا دكتور. ايوه ما هي دي خدعه. ما انا كنت مستنيك. هي دي اللي بتحصل في الصوره دي. الصوره دي ايه معناها؟ شايفين الاثنين 2 كيلو. صح. الاثنين على الميزان 2 كيلو. بس حجم الدهون اكبر من حجم العضلات اللي هي. طب ده هيفيدنا في ايه؟ لو انا خسيت الاثنين كيلو في الدهون هيفرق معايا اكتر في شكلي بكتير جدا. من خسيت العضلات اصلا هتوحش الشكل. بالظبط. لان العضلات شكلها وانا مش محتاج اخس عضلات. انا محتاجها وبستخدمها ومش لا وانا عايز ازودها. صح. انا عايز ازود العضلات. هتزود الحرق في المستقبل وهيبقى حلو جدا. يبقى نركز على ايه؟ على الدهون. نركز على الدهون الرزله او الرخمه اللي هي ما بتخسش الا زي ما طب احنا عندنا سؤال حلقتي يا دكتور كانت بتستخدم سوتي قبل وبعد طبعا. انا عايز اقول لك ده قبل وبعد. انا عايز اقول لك انت لو يعني انت ممكن تقول دي واحده تانية او دي بنتها من كتر أيوة ما هو أيوة في فرق بين الاثنين. ده من الواضح ان هو برضه طفل او من الواضح ان هو مش يعني مش راجل كبير. ولكن مهم قوي الشكل اللي انت شايفه ده مهم جدا. والفريق تابع معاهم بقى دكتور لازم طبعا احنا اتفقنا لازم يبقى في متابعه اسبوعيه وكل 10 ايام بنتابع ايه وصلت لايه؟ انت عملت ايه؟ اخذت الالياف طب وبعدين؟ طب في حاجه نقدر نظبطها نقدر نظبطها. طب هنيجي على نفسنا في واحد اثنين ثلاثه نيجي على نفسنا. يعني انا قصدي ما بتتسابش ودي ده الفرق بقى. تعالى دكتور كده تعالى كده ايه نقول مره اخيره كده ان هي الياف طبيعيه وانه مصرحه من وزاره الصحه ومعاها شهاده ايزو. الايزو بتخسه طبيعي من غير حرمان. تمام. من غير حرمان دي مهمه ناخدها في نقطه لوحدها انك ما بتتحرمش من اي حاجه. ده مهمه برضو جدا. دي مهمه جدا. وفي اخر حاجه ان ما بيرجعش عليك الوزن. طب قولينا بسرعه كده العرض ممكن تقول العرض الشهر عليه نص شهر هديه يعني 4 عبوات هيجي لك 6 عبوات. مستخدمين الناس اللي استخدموا مبسوطين قوي. نزلوا ارقام حلوه. والشهرين هيجي عليهم شهر هديه. حلو. يعني ال4 عبوات هيجي لك 6 عبوات، ال8 عبوات هيجي لك 12 عبوه. دكتور محمد تركي هاي شرفتنا جدا. شرف ليا. ونورتنا. شرف ليا. وامتعتنا بمعلوماتك. شكرا ليك. وفي نفس الوقت عرفتنا على سوتي. ونتمنى للمشاهدين كلهم يا رب دوام الصحه والعافيه وان هم يوصلوا للوزن المناسب ليهم علشان صحتهم تبقى افضل ان شاء الله في المستقبل. شكرا ليكم، كانت حلقه لطيفه جدا من مطبخ البلد. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.